اهلا بكم وسهلا محبي ومتابعي دورة الروضان الرمضانية، اهلا بكم. والنسخة 39 وحلم جديد من احلام الروضان تلبي وتحقق هذا الحلم لجماهيرها الكبيرة سواء هنا في الكويت او في الخليج او في الوطن العربي كله. كاكا النجم البرازيلي حاضر هنا في صالة الشهيد فهد الاحمد. دورة الروضان تستقطب واحد من اعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، بل هو افضل لاعب في العالم لكرة القدم من 11 سنة قبل أن يسيطر ميسي ورونالدو على لقب الأفضل في العالم. كان كاكا هو الأفضل من خلال مشواره النجم الكبير. معا نتابع أحداث لقاء فريق كاكا ورفاقه في مواجهة فريق نجوم زين عالم جميل. باللون الأبيض موجود مع حضراتكم في هذا اللقاء فريق نجوم زين، وبولا النجم البرازيلي اللي بيلعب لمنتخب روسيا واحد نجوم دورة الروضان وفريق الخليج للكبلات. يبدأ اللقاء من البداية مع النجوم زين، بينما فريق كاكا باللون الأحمر النهاردة أو اللون البرتقالي نقدر نقول يلعب اللقاء بعام أيضا مجموعة ممتازة من اللاعبين مع لوكاس ديماتا، مع أيضا فونسيكا واحد من اللاعبين أيضا المهمين جدا جدا في الفريستايل في لعبة الكرة الجميلة اللي بنشوفها طبعا في كل مكان، الاستعراضات الجميلة والكرة الحلوة. نشوف مع بعض بولا مقصور رئيسية السيد عبد الله ناصر الروضان رئيس اللجنة المنظمة العليا، والشيخ نواف أحمد الصباح حفيد سمو ولي العهد في المقصورة الرئيسية وكبار المسؤولين، سيد حمد المطر، نبيل جعفر من جاست كلين وزين، محمد جعفر أيضا من جاست كلين، محمد بو 50 من كي آي بي، ناصر كنعان من الخليج للكابلات، جمال دشتي من كوزمو، كلهم موجودين في المقصورة الرئيسية، هم رعاة دورة الروضان. وبالأمس كان معنا اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وأول أهداف اللقاء يبحث عنه بالفعل فريق كاكا نجوم الكبار. يتقدمه مارسيلينيو لاعب فريق كويت ستيل، لكن على طول الرد يأتي عكسي إلى دييغو لاعب نجوم زين برجله الشمال، يقف يأجل على طول بالقدم اليمنى، ولكن هذه المرة بأقدام اللاعب عبد العزيز، عبد العزيز نصاري، صالة ممتلئة عن آخرها. أدي أهو، أدي الفري ستايل، أدي اللعيبة الكبار، أدي المتعة اللي هنشوفها في ماتش النهاردة. لعيبة كبار ومهمين معانا، لويس إنريكي لاعب البرازيلي لاعب جينجا ستريت ولاعب الفري ستايل. أدي الانطلاقة الثانية على طول بشكل حلو وجميل وممتع، أيضا سترينجاري موجود في الملعب ولكن عكسي، اثنين على الحارس. أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء، بولا بولا بولا، هداف كأس العالم عملوها سجلوها. نعم ينجح دييغو في إحراز أول أهداف اللقاء، بولا هداف كأس العالم ب 16 هدف من 10 سنوات في كأس العالم 2008. الأسمراني اللي أمام حضراتكم مع منتخب روسيا برازيلي بالجنسية الروسية، بينما كاكا النجم الكبير يقود فريقه في هذا اللقاء في مواجهة فريق نجوم زين. نتابع معا الاستعراض الجميل والكرة الحلوة. كاكا نجم الميلان، نجم ريال مدريد، نجم أورلاندو سيتي في آخر محطاته هناك في أمريكا. أدي كاكا يصوب، من 11 سنة كان أحسن لاعب في العالم، فاز بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول وثأر للخسارة في 2005 أمام ليفربول، فاز بلقب أحسن لاعب في العالم في ذلك الوقت وفاز بلقب هداف دوري الأبطال في ذلك الوقت. كاكا النجم الكبير وتصويبة قوية على طول وتصدي رائع. اللعبة الأخيرة من مهدي بوشهري، التحول الجميل، الله الله الله، زيزو زيزو بالشمال باليمين، ولكن على طول حارس المرمى يتألق محمد بدايح. يا سلام يا محمد، تروح إلى لوكاس ديماتا، يصوب لوكاس لاعب أيضا من لاعبي الفريستايل اللي حضروا النهاردة لدورة الروضان. دعوة كريمة ومتابعة رائعة الحقيقة لتقديم هذه الصورة الجميلة لحضراتكم. استمتعنا ببيرلو وما قدمه بيرلو، استمتعنا بكريم بنزيما النجم الكبير نجم ريال مدريد بعد فوزه بدور الأبطال ب 72 ساعة فقط. نزول دلوقتي لفونسيكا أيضا لاعب فريستايل، أدي أهو قدام حضراتكم لاعب رقم 6 سترينجاري، لعيب كويس عارفينه بيلعب مع بي ام دبليو وخرج فريقه أمام سويتش، لكن سترينجاري بيقدم عرض محترم وبينزل دلوقتي ايضا في تشكيلة الفريق. نشوف عبد الله البريكي بيقود الفرقة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا فنان يا فنان يا فنان، شوف فونسيكا بيعمل ايه، شوف لاعب الفريستايل بيعمل ايه، شوف شوف المهارة، بص يا جماله يا جماله. طب قولوا لي هيعمل له ايه عبد الله البريكي؟ عبد الله البريكي نجم نادي الكويت ملتهم البطولات العام الحالي والعام الماضي ولاعب الازرق الكويتي في كأس الخليج الأخيرة وقبل الأخيرة. سجل عبد الله البريكي في مرمى السعودية لقاء الفوز، شوف تاني شوف تاني المهارات،
شوف المهارات، شوف لما تستخدم المهارة بالشكل الجمالي وفي نفس الوقت بشكل إيجابي ممتع تحت ضغط الجماهير واللاعبين. مشاري نكاس، مشاري لاعب الخليج للكابلات، مشاري يشارك في اللقاء والفرق الراعية تشارك كل منها بلاعب. هذه المهارة الحلوة الجميلة من فونسيكا. تاني على طول كاكا، كاكا ملك المساحات وملك المهارات. هقول لكم قالوا ايه عن كاكا، هقول لكم عباقرة كرة القدم في العالم قالوا ايه عن كاكا، بس تجلنا الفرصة. لسه واحد صفر. نجوم زين عالم جميل متفوقين على فريق كاكا واصدقائه، 1-0. انشيلوتي كارلو انشيلوتي قال على كاكا انه اكتر فعالية من زيدان. قال زيدان افضل في المهارة لكن كاكا اكتر في الفعالية. قال لك لاعب حاسم. ادي كاكا نجم الكبير، 95 هدف مع الميلان في 6 سنوات وعمل 48 اسيست، بطل الدوري وبطل دوري ابطال اوروبا وهداف دوري ابطال اوروبا واحسن لاعب في العالم وهو في صفوف الميلان. انتقل ب70 مليون يورو في عام 2009، يعني من 9 سنوات الى ريال مدريد، واصبح واحد وجزء من المرينجي بعظمته بتاريخه الكبير. كاكا، هقول لكم بيليه قال على كاكا انه الافضل في العالم، مهاره مراوغه تصويب حسم. بيليه قال لك ان كاكا الافضل في العالم، ليس فقط بل مارتشيلو ليبي المدرب الايطالي قال كلما لمس الكره كلما تشعر ان الميلان سيسجل. قولوا لي ايه الانطباع ده وايه الاحساس ده. 36 سنه دلوقتي النجم الكبير، مهاره حلوه من بين الاقدام بيحاول يردها له بشكل جميل في اللعبه الاخيره، لكن على طول مشاري النكاس تاني القصيره الصغيره، 1-1 على طول الى كاكا، يرجع لورا مفيش مساحات، ملك المساحات وملك السرعات والبنتريشن العظيم. فين كاكا وزمن كاكا الجميل؟ الله الله الله. ولكن على طول سترينجاري الى ضربه المرمى. كاكا مع الميلان عندما ابدع هذا النجم الاسطوره البرازيليه كان بيلعب وراه بيرلو وجاتوزو وسيدورف، ويلعب امامه شيفتشينكو انزاجي كريسبو، وموجود باك يمين كافو، باك شمال سيرجينيو، موجود مالديني باك شمال، موجود ايضا يابستام النجم الهولندي واليساندرو نيستا وديدا الحارس البرازيلي التاريخي ايضا. نجوم كبار متعونا ومتعنا كاكا متعه ما بعدها متعه. الانطلاقه من جديد، عبد الله البريكي، فين وليد البريكي وصالح البريكي اخواته واحبائه طبعا واحبابنا كلهم، مواهب عظيمه خاصه وليد. تاني الواحد على واحد الفري ستايل بيلعب دور كبير في المباراه من حيث المتعه، وان كانت دوره الروضان عموما كل اللي فيها بنشعر ان هم فري ستايل مع الاداء الايجابي العملي الجميل. تاني المرور، هتاخد تاني بشكل جميل الى البريك، تحضر تاني عايز يسجل، لكن برافو حارس المرمى محمد البدايح، برافو محمد، يلعبها طويلة أمامية على طول لكن تطلع ضربة تماس. أدي كاكا اللي بدأ لاعب تنس مغمور ثم أصبح أشهر مشهور في كرة القدم، من لاعب تنس مغمور إلى أفضل لاعب كرة قدم في العالم. نعم هو كاكا. رونالدينيو قال إن كاكا ضمن قائمة العظماء في تاريخ كرة القدم. أعتقد كاكا اللي عمرنا ما سمعنا له مشكلة، لا عنه ولا لي ولا معاه. مشاري النكاس يا ولد، 5 بطولات كاس، 2 دوري، 2 سوبر، لاعب القادسية ولاعب العربي. كاكا يسجل، نعم 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 نعم، أفضل لاعب في العالم يسجل، بطل الأبطال يسجل، هداف الأبطال يسجل. من قال عنه بيليه أنه الأفضل في العالم؟ من قال عنه مارتشيلو ليبي عندما يلمس الكرة تشعر أن الميلان سيسجل؟ قال عنه برلسكوني رئيس الميلان ورئيس وزراء إيطاليا أنه حجر الأساس في منظومة الميلان، بدون الفريق سيتدهور، وبالفعل تدهور الميلان، والآن كلنا نبحث عن الميلان، بل الميلان يبحث عن نفسه. 1-0، نعم 1-0 لصالح كاكا. هدف 1-1 هو هدف التعادل، يرد على طول كاكا بهدف التعادل 1-1. نجوم زين عالم جميل وفريق كاكا، حلم جديد يتحقق لعشاق دورة الروضان، اعتدنا على مثل هذه الأحلام وتحقيقها. حضور زين الدين زيدان النجم الكبير، حضور باولو مالديني أسطورة إيطاليا العظيم، خافير زانيتي النجم الأرجنتيني ونجم الإنتر التاريخي والدوري الإيطالي. أدي كاكا بدأ يتدلع كده، وبدأ ياخد على المكان أكتر وأكتر، وبدأ رجليه تتحرك من غير كرة أكتر. أدي النجم الخلوق الجميل جميل جميل جميل، يا مهاراته يا انطلاقاته. شوف لويس إنريكي بيعمل إيه. أدي لويس لعيب كبير قوي لاعب الفريستايل، كرة تحت رجله صعب تاخدها،
صعب تاخدها. كاكا راح له قال له لا معلش ما عطلكش، قال له ما عطلكش، خدها منه خلصها، مشاري نكاس الى كاكا، كاكا 2-1 عملها، عملها وكلمته قالها. نعم نعم نعم، كاكا يصنع الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1. 95 هدف مع الميلان، 48 اسيست الان، يعمل اول اسيست له في دورة الروضان ويسجل هدف جميل، هدف رائع بمعرفة محمد عبد الرحمن، محمد عبد الله موشي لاعب كويت ستيل، لاعب كويت ستيل. وقت مستقطع ولما لا، فالنتيجة 2-1، كرة الصلاة، وقت مستقطع لكل فريق. خدمة توصيل الطلبات للمنازل عملها النجم الكبير باولو مالديني، قال على كاكا أنه جوهرة، هو أحسن لاعب في العالم. رونالدينيو، تفتكروا رونالدينيو قال عليه إيه؟ قال إن كاكا يدخل قائمة العظماء في تاريخ كرة القدم. الجميل إن الحكام واخدين التليفونات والسيلفي شغال مع كاكا، ما يتفوتش ما يتفوتش، شوف المهارة، شوف الفريق، يا سلام يا سلام يا سلام، مهارة جميلة وشكل حلو جميل بيقدمه لنا فونسيكا أديوناس، لاعب جينجا ستريت في البرازيل ولاعب الفريستايل. هذه المهارات الحلوة اللي استمتعنا بها الحقيقة. كذلك عبد العزيز نصاري لاعب ماي فاتورة، وهنا دييغو واحد من أصحاب المهارات الكبيرة اللي انضموا أيضا للمباراة. أسامة المزيع المزلنا العزيز، تفضل أسامة. حبيبي تحية لك. مباراة استعراضية مع فريقي، فريق الكباريت. أنا راح أباري كاكا، أنا راح أباري كاكا والكابتن البريتشي. و مباراة، والحين حيوا معاي فريق الجباري، حيوم. ايوه حيوم. ويلي يلا الجباريت، الجباريت مطبخكم كاكا، كلهم يلا. حلوين مباراة جميلة. Don't touch. Thank you. يلا بلش. Go بريتشي إلى كاكا، كاكا إلى رقم 14 ما أعرفه، كاكا وسع وبريكي وكرة وكرة كاكا إلى حلوة بريتشي إلى بريتشي، كاكا حطها كاكا، حطها بريتشي، فرح قلبي بريتشي، كاكا الله، شنو هذا؟ جباريت عط الكرة جاسم، عطها فيصل عطها جاسم إلى 14 طويلة، إلى كاكا، إلى طويلة، إلى كاكا، لعب كاكا مع ريتشي، يلا شوت فرح قلبي، شوت يلا بريتشي، إلى أسامة، إلى بريتشي، حاول، سلام الجباريت ينتهي اللقاء. حلوين انتهى اللقاء مع مباراة جميلة. مباراة أعطيك الصوت والصورة يا كابتن أحمد الطيب، وإليك تحيتي. أسامة المزيعل، شفنا لقطات استعراضية جميلة الحقيقة في هذا اللقاء الجميل. شفنا كاكا النجم البرازيلي سجل هدف وصنع هدف، تقدم فريقه بهدفين، مع بولا النجم البرازيلي، تلموا على بعض البرازيليين. طبعا برازيلي لعب لمنتخب روسيا، وهو ادي بولا هداف كأس العالم الحقيقة، ومارسيلينيو، اتنين لعيبة كبار قوي قوي قوي. شايفين بولا بيلعب في الخليج للكابلات، سترينجاري بيلعب في بي ام دبليو،
لعيبة كبار جدا جدا. كاكا نجم الكبير بطل كأس العالم 2002 مع ريفالدو ورونالدو. يا جماله يا جماله. طب قولوا لي بقى، طب قولوا لي بقى نعمل ايه؟ طيب فونسيكا ادونياس لاعب الفريستايل واللاعب الموهوب اللي انضم النهارده للتشكيله في لفته جميله الحقيقه من اداره الدوره سيد عبد الله ناصر رودان رئيس اللجنه المنظمه العليا وفريق العمل كله الحقيقه، والشركات الراعيه ايضا لازم تقدر على الدعم الكبير لهم جميعا كل التقدير. دوره الرودان لم تعد دوره رمضانيه محليه، اصبحت واحده من افضل الدورات على مستوى كره الصالات في العالم، وشهرتها تخطت كل الحدود الحقيقه. رقم خمسه دييجو بيقدم نموذج جميل للفريستايل. اقطع اقطع الفريستايل يا جماعه، شغال شغال دلوقتي معانا دييجو اهو، عمل عرض جميل للجماهير استمتعت بيه تماما. وقبل هذا اللقاء شفنا مع بعض طبعا جاست كلين ازاي فاز على مساعد الميلان وتاهل للدور القادم. اهي اهي يا جماله يا جماله يا جماله. شوف بقى لما تستخدم المهارات دي في الملعب او تكون جزء من مهاراتك اللي هتستخدمها في الملعب، احيانا احيانا يعني يجوز استخدامها ما دام ما فيهاش استهزاء بالمنافس ولا تعمد التقليل من قيمته انسانيا. الحاجات دي مهمة قوي قوي. كاكا بطل العالم 2002، بطل أوروبا 2007، أحسن لاعب في العالم كله في عام 2007، هداف أبطال أوروبا في 2007. في 2007 كان العام الأفضل والأعظم في تاريخ النجم الكبير، بعدها بسنتين اتباع ب 70 مليون إلى ريال مدريد، حقق دوري وكاس وسوبر ومع المرينجي قدم عروض محترمة النجم الكبير. نعم مع ريال مدريد لعب 85 مباراة وسجل 23 هدف خلال مسيرته النجم الكبير كاكا. باولو مالديني قال انه جوهره، هو احسن لاعب في العالم. الظاهره رونالدو هقول لكم قال ايه. الظاهره رونالدو قال على كاكا انه لاعب استثنائي، مع انه رونالدو اصلا هو الاستثنائي. القوه سرعه مهاره حسم النتائج بس خلاص. ولما يقولها الظاهره رونالدو ما بيقولهاش عشان هو بلدياته، لا بيقولها عشان هو بالفعل لاعب يستحق هذه القيمه الكبيره. ضرب التماس لصالح فريق كاكا. تاني على طول الى زين عالم جميل الى بولا. بولا تحضر تاني من جديد، من بولا الى دييجو يقف على كورته كويس، يراوغ بشكل جميل الى بولا. برازيلي روسي برازيلي روسي. يا كعب رجلك يا جميل، يا سلام يا سلام. شفنا بتشينيو بتعنا مع بيرلو قبل كده، مشاري النكاس صنع هدف جميل الى كاكا. 2-1 النتيجه الان لفريق كاكا ورفاقه. مقصوره الرئيسيه امام حضراتكم كبار الحضور والمسؤولين ومسؤولي الشركات الراعيه حاضرين دائما وابدا. ادي كاكا هاتوا خد فرصه الثالث، فرصه الثالث اجلها اجلها، ما رضيش يسجل، اعتبر الموضوع بسيط ولا يحتاج الى التسجيل، فقرر التعاون مع مشاري النكاس. ثاني على طول كاكا وتضيع مارسيلينيو. مارسيلينيو برجله الشمال على طول. ادي كاكا صاحب النظره البريئه والبصه البريئه والوجه البريء، ولم يقدم خلال مشواره اي موقف فيه عنف، في خشونه، في عداء لاي حد. لاعب التنس اللي اصبح افضل لاعب كره صالات، لاعب كره قدم في العالم، لكن ملك من ملوك الصالات دييجو يدينا المهارات الحلوه. بولا الى دييجو، شوفوا دييجو هيعمل ايه، شوف دييجو هيعمل ايه. لكن كاكا خدها بشكل جميل، يقف ياجل ولكن على طول دييجو يرجع وياخد بشكل جميل. كاكا معروف عنه من افضل اللعيبه في العالم اللي بتعمل بريتريشن، جريته بكوره تشعر انها اسرع من غير كوره، ده جزء من عظمته. تروح لبولا، عدى بولا، مر بولا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على بولا. ولكن القائم القائم على طول يعطله، كان هيسجل هدف التعادل لكن تتقطع على طول الى بشكل كويس قوي، تقطع الى جوسيكو لاعب فريق جاست كلين، اللاعب الخطير اللي لسه كسبان من لحظات وناجح انه يفوز الحقيقه جاست كلين على مساعد الميلان. ادي اللاعب الاسباني جوسيكو الى كاكا، اخوه الكبير ديجا، وهو اللي سماه كاكا وهو صغير، ما كانش بينطق اسمه كويس فسماه كاكا، لذلك اصبح كاكا هو الاسم الاشهر. لكن ريكاردو كاكا مواليد شهر ابريل، برج الحمل بيتميز البرج ومواليده بالحيويه والنشاط، اي حيويه واي نشاط متعنا بها النجم الكبير. ادي كاكا يعود الى خط المرمى، تاني على طول تتلعب صغيره قصيره من محمد بدايح حارس مرمى هوليدي ان وابن راشد البدايح نجم القادسيه السابق. مرور تاني من جوسيكو اللاعب الاسباني، لكن تتقطع مع بولا، مع بولا يديها البولا فعلا، يصوب يصوب ويصوب بالفعل، ولكن كاكا كاكا يعمل حائط صد عظيم، حائط صد عظيم.
لما تاخد دوري الابطال وتكون هدافه، لما تاخد لقب افضل لاعب في العالم، ومن بعدها ما حصل اللقب الا اثنين، رونالدو 5 مرات وميسي 5 مرات، كان اخر من سيطر عليها. شكرا الروضان في المدرجات، اهداء من رابطة الميلان بالكويت، عشاق الميلان وعشاق كاكا، شكرا للروضان. دورة الروضان على مدار 39 سنة، المرحوم عبد الله مشاري الروضان وأبنائه وأحفاده، ودور كبير الحقيقة بيقوموا به لإحياء دائما وأبدا ذكرى الراحل. والبطولة والدورة أصبحت حديث الكل، يكفي أنها تشرف دائما بأنها تحت رعاية سمو الأمير طبعا، والرعاية السامية لسمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. هذه الانطلاقة تاني من جديد، بيعد سترينجاري، سترينجاري منه لعبد العزيز نصاري لسترينجاري، ولكن إلى ضربة المرمى، لأنه عملها في الملعب، عملها بالفعل، وكاد أن يسجل، وكاد أن يسجل في هذه المرة. نزول، تبديلات أيضا، مدرب يغير في اللاعبين طبعا في شكل استعراضي جميل، وبينزل لوكاس ديماتا برضو لاعب فري ستايل، كاكا شمال يمين لاعب أنيق تاني على طول، مرور جميل قوي قوي قوي، فرصة الثالث ولكن راحت على طول، كانت فرصة تمريرة حلوة معمولة اللعبة اللي فاتت من جوسيكو، لكن ترتد على طول إلى ضرب التماس. وينزل حالا فونسيكا أدوناس، أهو لسه نازل حالا لاعب رقم 6، تتلعب على طول تيكو برازيلي، تيكو مجموعة الفري ستايل موجودين النهاردة هيمتعونا كتير. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ايه ده ايه ده، شوف اللي بيعمله لويس انريكي، ايه لويس انريكي، لويس انريكي بلانكو لاعب جينكا ستريت برضو فري ستايل. تاني على طول لوكاس ديماتا الى كاكا، عايزين يعملوا 1-3 عن طريق فونسيكا أدوناس، لكن على طول تروح الى حارس المرمى مهدي بوشهري، حارس مرمى فريق بانكو بوبيان مهدي. وادي رابطة عشاق الميلان وعشاق الميرينجي وعشاق ساو باولو هناك في البرازيل، فهو لاعب ساو باولو انتقل للميلان، واللي جابه للميلان ليوناردو النجم البرازيلي الكبير ونجم الميلان السابق وبطل العالم السابق. وفرصة، فرصة الهدف الثالث، لكن برافو 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 مهدي بوشهري حارس مرمى فريق اليرموك وبنك بوبيان. والنهاردة حارس مرمى نجوم زين بيشاركوا بأسماء الشركات اللي داخلين بيها، فرصة كبيرة اعتقد كانت ممكن تكون دخلت. علي محمود حكم اللقاء، الحكم الدولي الكويتي الكبير، 9 سنوات كحكم دولي، ادار نهائي كاس الخليج الاخيره، فازت عمان على الامارات بركلات الترجيح. علي محمود ومحمد البلوشي وعيسى السيد وعبد الله الصراف، ويقودهم رئيس لجنه الحكام في البطوله هو سعد كميل الحكم المونديالي الدولي الكويتي السابق. جماهير الميلان وتشجيع ومؤازره لنجمهم السابق طبعا، لعب للميلان وعاد للميلان بعد ريال مدريد، ولكنه رحل الى امريكا وساو باولو. تاني على طول قطع على طول مشاري نكاس برجله الشمال على طول، مشاري لاعب الخليج للكبلات، مشاري نكاس واحد من الفرق الكبيره والرعاه الكبار لدوره الروضان. ادي كاكا، تشعر ان كاكا مش بتاع كره صالات، لكن هيلعب، ما هو هيلعب، لكن مش بتاع كره، يعني مثلا كريم بنزيما لما جاء عمل مهارات وحركات وحاجات بتاعت، بص بتاعت كره صالات، قرد قرد عفريت، زيدان متع الدنيا كلها، فزيدان بتاع كل شيء. عشان كده قالوا ان، عشان كده قالوا انشيلوتي قال ان هو اكتر فعاليه من زيدان، زيدان امهر ولكن كاكا اكتر حسن. ترجع من تاني من جديد، لا لا لا، ده اخوهم تعبوهم، نعم ده اخوهم، ولكن في النهايه ينجح تماما محمد الدايح. يا سلام يا محمد، الى كاكا واحد على واحد، عايزين يجيب جول من بين الاقدام، لكن برافو مهدي بوشهري، برافو يا مهدي، يعدي مهدي ويمر، فرصه تعادل، فرصه تعادل، فرصه تعادل، ولكن مهدي هيسجل، مهدي هيسجل، راحت لمشاري النكاس. اجواء جميله، اجواء لطيفه، اجواء ظريفه، رمضان كريم، كل سنه وحضراتكم طيبين، حلم يتحقق جديد للروضان، ويسجل بالفعل سترينجري، يسجل بالفعل اللاعب فونسيكا أدوناس، ويقفز الى الجماهير في المدرجات، تصبح النتيجه 3-1 3-1. برضو فريستايل هذا اللاعب يسجل من تحت حارس المرمى مهدي بوشهري، لتصبح النتيجة 3-1 لكاكا ورفاقه. لحظات وتنتهي ثالث مباريات الأحلام لدورة الروضان 39. عشنا أجواء جميلة مع المايسترو الإيطالي العظيم بيرلو نجم اليوفي والميلان والإنتر،
وعشنا أجواء رائعة مع كريم بنزيما النجم من أصول جزائرية، النجم الفرنسي، وقدم عرض محترم نجم ريال مدريد الكبير ونجم نادي ليون الفرنسي ومنتخب فرنسا. الآن نعيش مع كاكا النجم البرازيلي، نجم الميلان التاريخي ونجم ريال مدريد وساو باولو، وآخر محطاته كانت في أورلاندو سيتي. تاني على طول 3-1، فرصة تاني، لكن أبدا عملوها، مش قادرين يسجلوها. الله الله الله، يا سلام يا بدايح حمد البدايح حارس هوليدي إن، والنهاردة مع فريق كاكا يتألق ويبدع ويتصدى لفرصة هدف حقيقي. برافو محمد، عامل في البطولة أداء كبير جدا. شوف الروح العالية، شوف الرغبة اللي عنده، ما وقفش ما استسلمش، وردة فعل في اللحظات الأخيرة ينقذ الموقف من أمام سترينجاري. كاكا، ريكاردو كاكا، مواليد أبريل سنة 82، لسه عنده 36 سنة، 24 هدف في 75 مباراة مع أورلاندو هناك في أمريكا، في آخر محطاته. تاني على طول انطلاق عبد العزيز نصاري، زيزو مش معقول، الحارس مش معقول، أخيرا يسجل زيزو. الحقيقة عمل اللي عليه وزيادة محمد بدايح، لكن زيزو يقلص الفارق إلى 3-2. نجوم زين عالم جميل، ومسابقات زين ما بين المباريات غير عادية، سباقات وجوائز 10,000 دولار الحقيقة بتقدم يوميا للجماهير، كذلك كوزمو وجمال تشتي موجود في المقصورة الرئيسية أيضا، ومن زين حمد المطر وأحمد آبل مسؤول الشركة الكبيرة، وهدف التعادل يسجل الآن، وينجح عبد الله البريكي لاعب المنتخب الكويتي ونادي الكويت في تسجيل الهدف الثالث لتصبح 3-3. يا ولد يا عبد الله، شالها شيل شقيق، قلت لحضراتكم وليد البريكي وصالح، عائلة البريكي عائلة موهوبة، وعبد الله البريكي يشارك في هذا اللقاء كحلم من الأحلام اللي بتتحقق لعشاق دورة الروضان. كاكا مجرد وجوده الحقيقة وتواجده معانا بيبقى شيء جميل وعظيم. إلى بولا، هل نجوم عالم زين ونجوم زين هيقلبوا النتيجة؟ كانوا خسرانين 3-1، بقت 3-3. ودي بولا اللاعب البرازيلي 38 سنة، هداف كأس العالم، واحد من أفضل 4 لاعبي كرة صالات في العالم. بولا عبد العزيز نصاري لاعب القادسية في كرة الصالات هنا في الكويت، تتقطع على طول تروح إلى فريق كاكا، عكسية من تاني، تضيع من فونسيكا أدونيس إلى بولا. بولا جد باستمرار، بولا ما بيعرفش يهزار. تاني على طول للبريك عبد الله، ولكن اتقطعت على طول وتطلع إلى ضربة ركنية. زيزو عبد الله البريك إلى تيكو لبولا، بولا عايز يدخل لجوه ويشوط، بولا خرجت فرقة بولا. الخليج للكابلات، نعم موجود بولا اللي خرج أدريانو. تاني على طول أمامية إلى كاكا، تعدي من تحت رجله لكن تطلع على طول إلى ضربة التماس. ميسي قال إيه على كاكا؟ ميسي قال زلاتان ابراموفيتش وتوتي وكاكا، الثلاثة لعيبة قوي ورائعين، لكن كاكا يصيبني بالجنون. تخيلوا لما ميسي في 2006-2007 قال كاكا يصيبني بالجنون، من اللي بيعمله في الملعب وحسمه للمواقف وجريه بالكرة ومراوغاته وقراره وشخصيته. ميسي قال على كاكا يصيبني بالجنون، ميسي قال هو لاعبي المفضل خارج برشلونة. كانت تلك هي آخر جملة مع آخر لحظات لقاء حلم وجود النجم الكبير كاكا. قال عنه ميسي أنه يصيبني بالجنون عندما أشاهده، هو لاعبي المفضل خارج برشلونة. كاكا النجم البرازيلي الكبير، عشنا معا حلم أصبح حقيقة في دورة الروضان. الروضان خليجي، الروضان 39، تقدم لأبناء الخليج ككل وأبناء الوطن العربي كله أفضل النجوم على مستوى العالم، عروض جميلة محترمة وذكريات لأحلى زمن فات باستقطاب هؤلاء النجوم. نعم، شكرا لدورة الروضان، شكرا لكاكا، شكرا لكل من ساهم في أن تظهر الصورة بهذا الشكل الجميل، شكرا لبطولة ولما لا تكون بهذه العظمة وهي تحت رعاية سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، لسموه كل التقدير، كل الحب، كل الوفاء، كل الولاء. نعم، واللحظات الأخيرة كاكا والجماهير في صالة الشهيد.